إذا مشاري شفتي بي تحية طيبة لجميع المتابعين، نحييكم مدينة وجدة في هذه الأجواء المسائية بطبيعة الحال. كنشوف أشهر شوارع العاصمة الشرقية، شارع محمد الخامس المعروف عند ساكنات وجدة بطبيعة الحال، يعني الوجهة المحبوبة والمشهورة في مدينة وجدة، يعني أي واحد حتى الناس اللي على برا مدينة وجدة راه كيعرفوا هذا الشارع هذا. إلى رجعنا شوية للوراء يعني في فترة الاستعمار، كانت هذه هي وجدة الجديدة، كانت هذه الجهة اللي فيها مجموعة ديال الإدارات والمساكين وفيلات ديال الجالية الفرنسية كما كان فيها المستعمر الفرنسي. شارع باقي محافظ على إلا بعد التغييرات الطفيفة، مثلا هذه العمارة هذه راها وقت الاستعمار، مجموعة ديال البنايات هنايا، كذلك جماعة وجدة كما كتشوفوا ليها حتى هي باقية محافظة على الأخر ديالها، لابوست البريد حتى هو عاوتاني باقي محافظ على الرونق والجمالية ديالو، كذلك بنك المغرب. بزاف تاع الناس اللي كتقول لها مدينة وجدة كيجيب لهم بالهم بحال اللي هذه مدينة جديدة، يعني اللي تقدر تكون حنا نقولوا تبنات غير في وقت الاستعمار ولا في هذه واحد مثلا 300 عام ولا، ولكن للاشاره انه هذه المدينه قديمه جدا عندها 1000 سنه. مؤسس ديالها وزير ابن عطيه المغراوي بطبيعه الحال. اللي بغى يعرف تاريخ ديال مدينه وجده خصو يدخل للمدينه القديمه ويشوف تما كاين مجموعه ديال المآثر التاريخيه، مثلا مدرسه ديال المارينيين، المسجد الاكبر الاعظم بطبيعه الحال، التقاقي، مجموعه ديال الاولياء والاضرحه اللي مدفونين هنا اللي هما علماء بطبيعه الحال. الى رجعنا غير لهذاك الولي الصالح سيدي يحيى، سيدي يحيى اللي لما تروج القصه انه يهودي كان ما يعني هرب وقتها ديال سيدنا عيسى، كان أصار ديال سيدنا عيسى وهرب هنايا المنطقه، لانه حتى بالنسبه حتى للدفن ديالو ما مدفونش مع القبله. واكبر دليل انه يعني اليهود المغاربه كل سنه كيجيو يزوروه، كيزوروا مجموعه ديال المناطق هنا بنيت وجده، مثلا الروض طايرت هنا في المدينه القديمه، عندهم هذاك الكنيسه ديالهم ولا الكنيسه ديالهم طبعا الحال، ولا الدير كما كنقولوا حنايا حتى هو موجود هنايا فوق الستيام. مثلا مؤخرا كانوا يحتفلوا هنا بالهيلوله، الهيلوله كيقول لك هو واحد كيكون واحد الولي صالح، اولياء الصالحين ديالهم كيحتفلوا بهم بطبيعه الحال. ماشي غير مدينه وجده، بمجموعه ديال المدن المغربيه بطبيعه الحال. اذا هنا كيبين هذا الشيء هذا على التعايش ما بين الديانات، يعني مجموعه ديال الدول اللي حكمت المغرب بطبيعه الحال، منهم الدوله العلويه اللي كانت كتعطي الحمايه وكتعطي المجموعه نتاع الناس، يعني هادشي اللي كاين. كتعرفوا اليهود المغاربه الجاليه، باش نهضروا على الصهاينه غادي نهضروا على اليهود المغاربه بطبيعه الحال، اللي هما في ذلك كيبغوا المغرب، ولحد الساعه كيبايعوا السلاطين المغاربه بطبيعه الحال، لان كيقول لك هذه بلادنا. وهما اليهود الوحيدين في العالم كما قالها الحسن الثاني في واحد الجلسه، اللي عندهم واحد الوطن ديالهم وعندهم واحد التاريخ وعندهم اجداد. للاضافه انه اكبر الاحبار اليهود في العالم كيجيو يديو الافتاءات الدينيه ديالهم من هنا، من الاحبار المغاربه بطبيعه الحال. هذا كيبين القوه ديال التاريخ ديال المغرب بطبيعه الحال، والحضاره المغربيه سواء في الدوله العلويه ولا المارينيه ولا الموحدين ولا السعديين ولا المرابطين ولا حتى الادارسه ولا الوطاسيين ولا مجموعه ديال الدول اللي حكمت المغرب بطبيعه الحال عبر التاريخ. لهذا يجب على المغاربه وخصوصا ابناء مدينه وجده انهم يدرسوا ويعرفوا القيمه والتاريخ ديال هذه المدينه ديالهم اللي ماشي سهله. الناس اللي كتبان لهم مدينه وجده مدينه جديده بحال شي قريه ولا شي حاجه، لا بالعكس، مدينه وجده اجي زورها وتعرف على التاريخ ديالها، دور على المناطق وجبال بني زنسن غادي تلقى تما اقدم عمليه جراحيه اللي دارت في مغاره الحمام، كاين مغاره الجمال تما اللي فيها مجموعه ديال المآثر، ومؤخرا اكتشاف يعني مجموعه ديال المخطوطات على حائط المغاره اللي كتبين على انه الحقبه الاركولوجيه بطبيعه الحال الانسان القديم، يعني بزاف ديال الحوايج كاين 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 ما يدار في هذه المنطقه هذه سياحيا بطبيعه الحال. وكنتمنوا انه حتى المسؤول يحاولوا انهم ينميوا اكثر هذه الجهه سياحيا.
إذا الإخوان الأخوات حاولت أنه شيخ معكم شوية كما كنقول بالجوجلية، عطيكم مجموعة ديال المعطيات، مجموعة تاع الأمور اللي نستافدوا منها بطبيعة الحال، باش ما يدوش لايف خاوي غير ندوروا في الشوارع. ولا إنسان دائما نحاولوا نشوفوا واحد المواضيع اللي الإنسان ياخذ منها معلومات بطبيعة الحال.